فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وأن نلزم زينا حيثما كنا حيثما كان. نعم، ومما ألزموا به أنهم يلزمون زيهم في اللباس وغير ذلك حيثما كانوا، سواء كانوا مع المسلمين أو كانوا وحدهم، فلا يغيرون زيهم الذي هم عليه. فلا يقال أنه إذا صار في بيته أو في مكان خالع من المسلمين يلبس لباس المسلمين، لا، ما يجوز هذا، وإنما يلبس لباسه الخاص به.